ايه اللي انت لابسه ده؟ ايه؟ ماله؟ انت ناوي تروح كده؟ امال اروح ازاي؟ انت مش هتغير البدله دي بقى يا مأمون، ده احنا رايحين نقرا فتحه نيفين. ما تلبس البدله الكحلي الجديده اللي انا كنت جايبها لك من باريس دي، لسه بكيسها ما اتفتحتش. انت هتفضل قافل عليها كده لحد ما تاكلها لعدتك. انا ما برتاحش غير في دي يا اخي، دي قماش هنسي الوداب وبيقول لك ارحمني. معقوله هتخش على الناس في الخطوبه وانت لابس بدله قديمه زي دي؟ هو انا اللي رايح اخطب؟ اسمع وديني، ما انا خارجه معاك وانت بالشكل ده. اقلع البدله دي والبس الجديده دي، سنيه موديل السنه دي. ما انا كنت عامل حساب اللي انا هلبسها من اول السنه الجايه ان شاء الله. بقول لك دي موديل السنه دي، السنه الجايه تكون الموضه اتغيرت وتطلع بدله جديده. هو انا كل ما تطلع بدله جديده هرمي القديمه؟ يا مأمون الناس عازمنا قدامنا سايبهم عشان يتباهوا بينا عشان خاطر. يلا البس البدلة الجديدة يلا. مأمون ماشي مأمون، أنا ارتاح في البدلة يعني. البدلة، هات البدلة.